هذا ويبدأ مساء اليوم عرض جداول الناخبين في اللجان الإشرافية الأربع الذي يمتد حتى الأربعاء 21 من سبتمبر الحالي. سيجرى استقبال الناخبين في اللجان الإشرافية وهي لجنة محافظة وهي لجنة محافظة العاصمة ومقرها مدرسة خول الثانوية للبنات ولجنة محافظة المحرق ومقرها مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين ولجنة المحافظة الشمالية ومقرها مدرسة يثرب الإعدادية للبنات ولجنة المحافظة الجنوبية ومقرها مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات. سيتم استعراض جداول الناخبين على شاشات إلكترونية في كافة اللجان الإشرافية بجانب وجود النسخة الورقية، كما سيتاح عرض الجداول بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي للانتخابات.